من هذا البيت العشوائي اللي كان داخل احدى الاقامات السكنيه اللي تقدموا بشكايات السلطه المحليه جاوبين باش يقوموا بالهدم الكلي، لان هذا مدخل ديال العماره الساكنه كانت كتشتكي. ف بيت لا علاقه له بالبيوت، بيت عشوائي وسط اقامه سكنيه. فهاد السكينة كاملة يعني كانت كتشكي تقدمت بشكايات، يعني في غفلة من الجميع، فقام السيد القائدين بالهدم، لأن لا يعقل أن يكون هذا المدخل داخل إقامة سكنية مشتركة. فكيف تبعتوا معنا في البداية ديال هذا المباشر في هذه إقامة سكنية بمنطقة سيدي مؤمن، قائد ملحقات الأمان فطلق خبر وجاء أجل هدم وهذا البيت عشوائي في مدخل ديال العمارة. فربما تكونوا فهمتوا شنو وقع. هذا مدخل ديال العماره، شخص جاب هذا الزنق، بنوا هذا البيت بالتلفازه بالسلادر بالبارابور بكل شيء، هو ربما يتواجد في السجن، وهناك الجلده ديال الابناء ديالو او الام ديالو عندها واحد الشقه هنا في هذه العماره. فغير معقول انكم تاديو الناس كساكنه، لان هذا سكن مشترك يعيشوا الازعاج، لان الشكايات اللي تقدموا بها للسلطه المحليه هي شكايات خطيره، لان كيقولوا بانهم كيتعرضوا للتحرش، كيقولوا بان النساء ما كيقدروش انهم يخرجوا من هذا الباب، لان شخص كيعيش هنا دائما العربده، دائما السكر، فهادشي حسب الشكايات اللي تقدموا بها السكينة. بالك شوف
إذا العملية تمت بنجاح بدون مشاكل، ولو أن واحد الشخص يحاول أنه يستفز السلطة المحلية بواحد كلام خطير، ف الحملة نفذت قانونيا، لأنه هذا الشخص كان كيقول بأن السلطة المحلية خاصة تعلم. هذا احتلال الملك العمومي، ما محتاجش أنك تعلم الشخص، لأنك أنت قايم بواحد البناء مسكن غير قانوني، مسكن عشوائي، لا يحتاج لإخبار صاحب المسكن. إذن هذا الشيء ما تقنيك يقوم به رجال السلطة المحلية دائما من بعد أي تدخل، من أجل التقييم ومن أجل التنبيه وكذلك من أجل إعطاء التعليمات. فبدورنا غادي نوصلوا لنهاية المباشر، غادي نقول لكم تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك.